عودة للزميل. إذا عودة للزميل فايز بن غفان اليابري يتابع معكم هذا الشوط. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية في انطلاقة الشوطنا الخامس عشر في مجموعة الأشواط، والشوط الخامس عشر الخاص بالثنايا بكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل. نتابع الصدارة، نتابع التحدي في مسيرة هذا الشوط وهذا الانطلاق لمسافة 6 كيلومترات، أيضا المسافة المعتمدة للسرعة والدفع وسن الثنايا. إذا والتوقيت الزمني لا زال تحت أقدام غاية للسيد مبارك بن عبد الله بن صفران المري بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 14 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، أفضل توقيت سجل في هذه الفترة. نتابع المقدمة، نتابع الشاهينية لسيسي بن عبيد بالهلي على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني. منصورة لسيد سلطان بن ناصر المقبالي وعلى ثالث المراكز. تأتينا الوارية في هذه الانطلاقة لسيد محمد بن علي بن جرحب المري على المركز الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع الدوحة الجار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الخامس ومصيحة، تأتينا في المركز الخامس السيد محمد بن السيل بن قاشوط المزروعي على خامس المراكز. وفي المركز السادس، سادس المنطلقات هنا في هذه اللحظات السايحة للسيد يوعان بن حمد بن يوعان الشامسي. منصورة للسيد سعيد بن محمد الكليل عفوا، تأتينا في المركز في هذه اللحظات السادس وعلى المركز السابع. المركز السابع وهنا تأتينا في هذه الانطلاقة للسيد عبد الله بن سعيد اليابري على المركز السابع وفي المركز الثامن. المركز الثامن والانطلاق والتحدي هنا على ثامن المراكز من قبل القادمة الشاهينية لغدير بن حميد اليحافي، وفي المركز التاسع قدوم آخر أيضا من زعفران السهيل بن علي اليبهوني على المركز التاسع، وعلى المركز العاشر مصيحة لسعيد بن حسين الخاطري تأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وندائنا الأول للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى التحدي، إلى الإثارة، وهنا الدوحة لغيرت النتيجة على المقدمة وصدارة هذا الشوط سيد جار الله بن محمد بن عقيل المري. أما المركز الثاني فالمتواجدة في هذه اللحظات على المركز الثاني من قبل ثاني المراكز سيد محمد بن السيل بن قاشوط المزروعي، تأتينا في ثاني المراكز وعلى المركز الثالث. صحيح السيد محمد بن السيل بن قاشوط المزروعي، نعم، على المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث وهنا القدوم من منصورة السلطان بن ناصر المقبالي. المركز الرابع والشاهينية لسيد بن عبيد بن سالم بالهلي، تأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس والقدوم من شعار السيد سهيل بن علي اليبهوني في هذه الانطلاقة على المركز
الخامس زعفرانه، وفي المركز السادس سرابه للسيد عبد الله بن سعيد اليابري تاتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس سالم بن محمد بوثم العامري على سادس المراكز في هذه اللحظات مزنه. وفي المركز السادس وشعارا اخر يتقدم في هذه اللحظات. المركز السادس وهنا شاهينيه الغدير بن حميد اللي حافي عفوا في سابع المراكز. المركز الثامن مزنه سالم بن محمد بوثم. المركز التاسع وشعار السيد سالم بن دايح بالشاوي نغفلي على ظهر بن طوغان. وعلى المركز العاشر الكبسوله سيد الفندي بن راشد المزروعي على عاشر المراكز. هذه نتائجنا للعشره المراكز الاولى في مسيره هذا الانطلاق والتحدي. نعود الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول. هو الدوحة من سيطرت على زمام الامور وعلى المركز الاول لسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري على الصدارة والمركز الاول. وحافظ يا البرنس على هذا الاداء، حافظ على اداء الدوحة على الصدارة. المركز الثاني وهنا مصيحة في ثاني المراكز لسيد محمد بن السهيل بن قاشوط المزروعي ما شاء الله، وحدة قادمة من الشحانية والأخرى من أيضا المنطقة الغربية يا سلام. والمنافسة قوية على هذا الشوط وفي هذا المساء الرياضي الجميل للشوط ما قبل الختام. نتابع المركز الثالث وتأتينا زعفرانة على ثالث المراكز السهيل بن علي اللي يبهوني. ووصلت ايضا اول ندى البنت صوغان ما يبنى لها طاري خلال هذه المسيره لسيد راشد بن ناصر بن راشد بن سعيد اللي يابري. واول ندى على المنتقل الى المركز الثالث. وفي المركز الرابع سرابه سيد عبد الله بن سعيد اللي يابري تاتينا في المركز الرابع. وفي المركز الخامس وهنا حشيمه للسيد احتشام للسيد علي بن خلفان ايضا بالشاوي الغفلي تاتينا في هذه الانطلاقه. وعلى المركز السابع الشاهينيه الغدير بن حميد اللي يحافي كسابة الفندي بن راشد المزروعي. وهنا الشايبة لسيد سالم بن مبخوت المنهالي. نعود الى المقدمة 1200 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. والمقدمة والمركز الاول ومصيحة من انتزعت الصدارة المقدمة والمركز الاول للسيد محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الدوحة جار الله بن محمد بن عقيل المري. والمركز الثالث احتشام للسيد علي بن خلفان بالشاوي لغفلي تاتينا على المركز الثالث. السيد خلفان بن علي بن خلفان بالشاوي لغفلي في ثالث المراكز الله. والمركز الرابع بن صوغان في رابع المراكز للسيد راشد بن ناصر بن رايب سعيد اليابري. وزعفرانة للسيد السهيل بن علي اللي يبهوني قادمة في هذه اللحظات. الله التحدي قوي للغاية، ولكن مصيحة من سيطرت على زمام الأمور، مصيحة من سيطرت على المقدمة وعلى المركز الأول السيد محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي في الصدارة وفي المقدمة وفي المركز الأول. المركز الثاني الدوحة، في المركز الثاني الجار الله بن محمد بن عقيل المري، وعلى المركز الثالث احتشام، في المركز الثالث سيد خلفان بن علي بن خلفان بالشاوي لغفلي، وفي المركز الرابع زعفرانة للسيد السهيل بن علي اللي يبهوني. ولكن هنا المقدمة، هنا الصدارة والمركز
الاول والدوحه من سيطرت على المقدمه، سيطرت على زمام الامور. تهانينا والناموس سيدار الله بن محمد بن عقيل المري على فوز الدوحه بالمركز الاول، وسلام يا اهل الدوحه، سلام سلام، وخاصه اهالي الريان. تهانينا وناموس المركز الثاني، صيحه محمد بن سعيد بن غاهي المركز الثالث، احتشام السيد خلفان بن علي خلفان بالشاوي المركز الرابع، لسيد السيد بن علي ابونا المركز الخامس، لسيد ناصر بن راهداب المركز السادس، لسيد محمد سالم بن محمد ابو ثم المركز السابع، للفندي بن راهي المزروع المركز الثامن، لسيد غدير بن حميد اليحافي في المركز الثامن، والمركز التاسع لسعيد محمد الكليلي، والمركز العاشر لسيد عبيد بن سالم سيف بن عبيد بن سالم بن هلي. نعود الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول الى ايضا الدوحة، 9:39.7 اجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للدوحة. تهانينا الجار الله بن محمد بن عقيل المري، مصيحة كان من نصيبها المركز الثاني، 9:40.4 اجزاء من الثانية. تهانينا لسيد محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي، وعلى المركز الثالث كانت احتشام للسيد خلفان بن علي بن خلفان بالشاوي لغفر، 9:41 ثانية، وفاء وتماما هو